وسط إجراءات لوجستية ميسرة وتأمين طبي على أعلى مستوى من الجودة، تم تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر بعرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. هذا وقد حرصت البعثة الطبية المصرية على توفير عيادات طبية بمناطق مخيمات الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ها هم ضيوف الرحمن، أكثر من 2 مليون حاج من شتى بقاع الأرض جاءوا لنداء الرحمن وأداء الفريضة بصعيد عرفات. وسط إجراءات ميسرة وتأمين طبي على أعلى مستوى من الجودة، سواء من جانب السلطات السعودية أو البعثة الطبية المصرية بمناطق المشاعر. تواجدين من امبارح بالمخيم، والعيادة الطبية بالكادر الطبي الكامل بيها إن شاء الله، هو تم الكشف على عدد من المرضى ومناظرتهم وصرف الأدوية اللازمة ليهم، وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات. تم أمس تحويل عدد حالتين وتحولوا إلى المستشفيات في منطقة عرفات لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة ليهم إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله إحنا عندنا عدد لا بأس به من المستلزمات الطبية، سواء كانت بالنسبة للتموين الدوائي والأدوية والوقايات الشخصية للحجاج. ومع توفير العيادات الطبية المتخصصة بأماكن المخيمات للحجاج المصريين، كان هناك الدور الوقائي من جانب أعضائه بالبعثة الطبية لإقامة ندوات توعوية بتجمعات الحجاج والتي تتوافق مع الحدث. بنأكد عليهم جدا موضوع الجهاد الحراري، النهاردة الشمس حامية جدا ودرجة حرارة مرتفعة جدا يوم عرفات، ربنا يعين الجميع إن شاء الله وتقبل منهم. هيبدأوا ينتقلوا إن شاء الله لمزدلفة، فهتبدأ تظهر عندنا أعراض الجهاد الحراري، وهيبدأ يظهر عندنا بعض الناس اللي عندهم مشاكل في القدم أو إن هم بيمشوا في الحرارة فرجليهم بتوجعهم. بنهتم جدا نقدم لهم رسائل وقائية اللي تحميهم من المشاكل ديت، ويقدروا يتواصلوا مع العيادة لو في أي مشكلة نقدر نقدم لهم العلاج بإذن الله. لازم يكون معايا إزازة المية أو العصير دايما في إيدي، لأن أنا مضطر إن أنا أعوض السوائل اللي أنا بفقدها في العرق في درجات حرارة عالية، خصوصا في يوم من أيام عرفة والناس كلها بتتوجه إلى مسجد نمرة لصلاة الظهر والعصر، أو تتوجه إلى جبل الرحمة في وقفة عرفات، وساعتها الناس بتتحرك في درجة الحرارة الشديدة، فبنضطر إن احنا نديهم السوائل اللازمة في الطريق. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات لوجستية وطبية على مدار الساعة. الرحلة ديت من زمان، وربنا سبحانه وتعالى نحمد ربنا ان هو كتبها لنا، يعني الحمد لله رب العالمين. والله انا ما مصدقه نفسي، والله العظيم الحمد لله ان ربنا كتبها لنا. ربنا ييسر ولا يعسر، الحمد لله رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنكم ويعينكم ويعين الناس الخدام اللي حوالينا دي كلها. حاسه بكل خير وقبل كل مسلم يا رب وموحد بالله، يكتبها له يا رب. ربنا معاك، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. خدمات طبيه ممتازه ممتازه ممتازه. كان في امبارح في حاله نساء، ولقيت الدكتور بيجري بجد بيجري هو والممرضات والدكاتره ليها، فدي حاجه تسعد المصريين بوجود بعثه طبيه مثل هؤلاء. الكل هنا في مشعر عرفات تنتاب اجواء روحانيه عاليه وسط اجراءات لوجستيه ميسره، فالكل في صراع مع النفس ليكون عند مستوى الحدث. محمد حلمي، التلفزيون المصري.